يعني لا فرحان لا انا ولا اولادي ولا جوزي كمان، لانه دارنا ما بتصلحش الواحد انه يقعد فيها. يعني قبل ما ينقصف وقبل ما يصير في اي شيء، يعني كان الواحد مبسوط فيه وينظف ويزبط ويجهز حاله، يهيئ حاله للعيد. لكن المره هذه لا هيئنا حالنا لعيد ولا حاجه، لانه فيش فرحه للعيد اصلا، احنا ما حسيناش بفرحه العيد. احنا كل عيد بنبقى متجمعين حوالين الوالده. اليوم انا فقدت، يعني هذا عيد الاضحى مش حاسس بالفرحه، لانه لا والده عندي ولا البيت عامر واسره متشرده، والله غير بس بينا اتصالات. يعني انا بطلع انا واولادي ثلاثه اربعه بنقعد في خيمه، احنا تحول بيتنا من بيت امن لخيمه، احنا حاليا قاعدين في خيمه. وهيك متشردين، حياتنا صارت صعبه، لا احنا مستطعمين لا بعيد ولا بفرحة حتى. زي ما تشوف الناس بتعيد على بعضها وهذا، واحنا بس بنطلع تطبيع، وكأنك تطلع شاشة تلفزيون تحضر في فيلم، انت وانت مكيف عليه لكن داخلك بتموت. بعدين جارنا مهموم، جارنا عنده بيت على الرابع صار فيه قصف، عنده شهداء، يعني انت بدك تساند جارك. لكن اقول لك لو ما فيش مثلا ما صارتش حرب وجارك جنبك، بنسلم على بعض، نضحك، بنحلي بعض. يعني اقسم بالله العظيم انه ما في يا جماعه، حتى البني ادم يبتسم فيش طعم. لو انا ضحكت بتكون مش من القلب، والله متبهدلين.